سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، طلع عليكم بالخير والربح في هذا النهار المربوح ان شاء الله علينا وعليكم. نقول لكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم اللي جاونا جدد، ونقول لكم صحة سحوركم تاني اللي راهم يشوفوا فينا في الوقت تاع السحور. هذه يا البنات راني فرحانة، جبت لكم جديد تاع محل نور على نور. بالنسبة اللي جاونا جدد في القناة، احنا رانا في سحة هذا زوج عيون جزائر العاصمة، مقابلين طوم انجيري. البنات اللي بعتولي وبعتولي بزاف لي كومونتير اللي راهم يحوسوا على الصيفي، واش دخلنا حاجه في تاع الصيف، نقول لكم راهو دخل جديد جديد جديد، الله يبارك ما شاء الله. سلعه ما عندي ما نهدر، جبه تاع كروشي، جبه في جبه عيد، اسعار جد في المعقول الله يبارك. القفاطن اللي راهي تحوس على قفطان لي باش تديه مهيبه، نقول لك ارواح يدي قفطان من عندنا اللي حيحمر لك وجهك باذن الله. عندنا قفاطن ما شاء الله. على كل حال راني صورت لكم واش قدرت في هذا لا فيديو، ومازال واش بقى ان شاء الله نزيد نصوره لكم في الفيديو القادم. بالنسبه للقطيفه مازال راهي متواجده معنا بقوه، كما قال لكم مول المحل راهو زاد لكم خمسه ايام باش يرفد السلعه ان شاء الله. ثم ابروفيتيو البنات اللي راهم يجهزوا، ابروفيتيو اللي يحبوا يعيدوا بالقطيفه تاني راهي متواجده، اللي يحبوا حاجه في الخفيف تاع الصيفي راهو متواجد عندنا. جبه الكروشي راهي عندنا بقوه ما شاء الله، ما عليكم تابعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا واش راهو متواجد عندنا في محل نور على نور. بلا ما ننسوا القفاطن تاني دخلوا بقوه كما قلت لكم. بزاف بزاف موديلات ما عندي ما نهدر يا العزاز يا الغاليين، حتى الجبب في الخفاف دخلوا دخلوا الله يبارك الله يبارك. هذه هي البنات، صورتها لكم تاني ملبوسه باش جوست تشوفوها كيفاش تجي ملبوسه الله يبارك. هذه هي اللي جاتنا جديده في القناه، نقول لك حبيبتي ابوني لاشين باش يطلع لك جديد تاع يوميات سيرين ان شاء الله. يا اختي العزيزه نقول لك مرحبا بك، واللي جاتنا جديده تبعث لي في لي كومونتير باش نرحب بك ان شاء الله. ولي موالفين يدعموا سيرين نقول لكم يعطيكم الصحه، ربي يفرحكم ربي يخليكم ليا ان شاء الله. كي راكو تبعتوا لي في لي كومونتير طلعوا لي المورال المورال، وصدقوني صدقوني يا البنات غير نفرح كي نشوف هذاك الكلام الحلو اللي راكو تبعتوا لي فيه. نقول لكم ربي يحفظكم، وان شاء الله ربي يعطيكم واش راكم تمنين في هاد رمضان في هاد العواشر. هذه هي البنات، ما عليكم غير تبارطاجوا هاد لا فيديو مع احباباتكم، مع العائله تاعكم، مع اللي عزاز عليكم، يجوا ان شاء الله يشريوا علينا جبه عيد وكامل نفرحوا باذن الرحمن. هنا البنات ما عليا نقول لكم تهلاو لي في روحتيكم، ونخليكم تشوفوا هاد لا فيديو على بركه الله ان شاء الله. يلا محمود بسم الله على بركه الله. بسم الله والصلاه اول شيء السلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوف اول رمضان كريم، رمضان مبارك، العيد كل عام وانتم بخير، صحه فطوركم نبداها اولا بسوي صحه سحوركم، باسكو اللي راهو تصور دوكا في الليل التصوير راهو في الليل. هذه الاولى. ثانية عبسه عيد هاي جاء باذن الله، سلعه العيد قلت لكم نور على نور باذن الله، دائما هاي بدات تدخل سلعه العيد معروفين مصارع نور على نور. سلعه الكروشي تاع خدمه اليد هاي بدات تدخل سلعه اليد، بدات تدخل الكروشي، هذا واش نقول لكم. عندها عليها طلب كبير الكروشي. علاش رانا نلحقوا كل عام رايحه في الكرو اكثر، دي تايم مانيش قادر ندخلها. تمشي كرو بزاف. هاوليك الله يبارك. شوفوا شوف. ما شاء الله. شوفوا شوفي بصالة تاعها هذا لون. جي ايفازي. فيها 12 لي كولور. شوفوا الكروشي. كروشي كلش كروشي. كامل. قماشها تاع في الصيف. شوفوا قماشها طلع لا قماش ودنيا طلع. وثاني عفسه انا راه دوك بان عليا راني فري فري عيان ثلاث ايام مانيش راقد على جال السلعه. الله يبارك السلعه تاع الصيف السلعه تاع الاخر والله منا 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 باش نتبرك اي على جال السلعه. فوالا يعطيك الصحه. اللي عاودت وعدتكم باللي ان شاء الله دائما دائما وابدا النمبر واحد باذن الله بالسلعه ان شاء الله. هذا واش نقول لكم، هذه السلع الكروشي ما كاش في الاسواق. لا كاش عفسه خلاص عفسه على بالهم ديجا من المراه قبل ما تديها. كروشي معروف بالكروشي والكراكو نور على نور ديرة. اي مراه تلقاها تقول لي نور على نور. زيد ورينا الثاني لون هذاك خاطي الموديل. بس كل الخدمه اللي نخدمها
اليوم راهي 200 خدامة هي تتعب، 200 المرأة ربي يعطيهم الصحة الله يبارك، تتعب على جال هادو في النهار باش يخرجوا الكونتيتي. فوالا بنا هادي ورينا الفيغ 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 كيما هاد الموتيف. صبري هذاك رقم الموتيف. بون اه هاوليك ثاني لون. هاوليك ثاني لون. فوالا شوفوا شوفوا الخدمة الكروشي بالارقام الموديلات. شوفوا اليد تاعها تجي، شوفوا فوالا فوالا باش يشوفوها مليح. توصيل 58 ولاية. 58 جملة جملة يا حسن لسا دقولي هلا دي حشموني تاع الجملة. جملة كروشي كاين وما كاش هو ما وحدهم إذا يلحقوا أيوة بها هو ما وحدهم هذه آه. ملخصة كروشي كاين وما كاش فوالا زيد ورينا الثاني موتيف. يعني الأصحاب اللي هما الحظ تاعهم اللي هم يدوها فقط لا غير. فيها بزاف بزاف موتيفات تاع الكروشي. شوفوا هذا ثاني هذا الموتيف اليد تاعو جي هكذا ماشي كيما الاخر جايب قصير من القدام وطويل من اللور اليد. هذه جايه جو مفتوحه وعلى البنات شوفوا كل لون بقى ثاني واحد الخلق فيها لي بيير في الوسط. سبحان رب الخالق. ديروا كابتور اللي تحب حاجه دير كابتور باش دير توصل الباب الدار فوالا. محمود هاك زيد وري لهم العفسه اللي كنت حاب نقولها. السولد زادت مده 5 ايام. اه السولد تاع القطيفه هادو ما بالنسبه لهادو دوك نروحوا ليهم ما تروحوش بعيد نعرفوا واش قعدنا في القطيفه. 5 ايام نوروا لهم برك جديد محمود راهم شحال بزاف اللي راهم يستناو في الجديد بزاف. ما تطولش عليهم يستناو في الجديد. اول خطره نور على نور توقف باللي حانوتها ما تقدرش تفرشوا فرشه كامله اه على جال الناس والسلعه راهي مبيوعه. فوالا شوفوا هذه ثاني شحال شابه. لا دوك نشوفوا مع بعض. هاوليك ثاني لون تاع هذيك اللي كانت في يد محمود في البلو فيغ. كاينه هذه في الباج فيها الوان بزاف 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 وكل لون ما يشبهش الخوه. اللي في سوا في الورد يبدلوا الالوان تاع الورد فيها بزاف لي كولور. اهم عفسه يرحم والديكم ما تخلوناش في الاحراج على جال الورد وعلى جال الاخر. الورد ما هو قصه عنا الورد يحطوه كامل ويخلطوه ويقدروا التنسيق قدر الماكسيموم باللي يتنسق مع اللون. اه ثم ماشي مثلا كاين يجي احيانا لا انا حبيت الورده في هذيك الورده. مستحيل انا هذه سمحي لي مستحيل ما نقدرش. كاين جود بالموجود. فوالا كاين ثاني في الفوشيا هاي لك في اللون هدايا فوالا بلي فليغ تاعو في البلو. شوفوا شحال جات شابه ما شاء الله. كاين الوان بزاف بزاف ما نقدوش نحلوهم كامل. فوالا انا بس اللي يحبوا حطيت تنوير. اليوم الفيديو هذا عباره عن تنوير اني نور على نور فتحت السيزون تاعها فتحت الموسم الصيفي. الموسم الصيفي محلات نور على نور 4 ايطاج ان كان هذا تاع زوج عيون تاع حانوت زوج عيون الاساسي او كان المركز الكبير تاعنا بازار تاع نور على نور تاع 4 ايطاج مفتوح موسم الصيفي ابتداء من اليوم. قولوا باذن الله فتحنا السيزون تاع الصيف. شرفتونا نورتونا هذا واش نقول لكم. السلعه راهي بارتو اكثر التقدير باذن الله اللي قدرنا نقدروه اكثر من 1500 موديل دخل موسم صيفي. 1500 موديل حتى جبب القبائلي اللي جامي دخلت فيها العام هذا دخلت فيها باسكو لا كابيل نقول لكم شرفتونا ونورتونا. كابيل هذا العام دخلت فيها دخلت بديت تكتيك شويه بديت فيها. كابيل روعه جبه روعه نقدر معليش دوك نعاودو نولو الموديله تاع الكروشي برك ياو يهضر لكم عليهم حبيتكم تشوفوهم. لا شوفوا كامل 200000 عندكم. هذا الموديل في الديمي مونش فيه عده الوان. باش ما تقولوا ليش انا برك لاني بزاف يجيني طلب برمضان اني انت يا محمود ما اعطيتنا قبعليه انت يا محمود ما درت لنا يا محمود يا محمود حيلك. لا محمود باذن الله شاول عليه بكل شيء. شوفوا قماشها شوفي القماش شوفي الاخر شوفي كل شيء كله تحت شابة. امرك 200000 بارده قماشها بارد زعما فيها الخضر
وفيها البلو وفيها البلو فيها كامل كامل كله الالوان كله كله فيها بزاف الالوان 200,000 تجي فيها الحزام شوفوا مقاساتها بالنسبه للمقاسات نحبوا كاين اللي تجي مقاسات كاين اللي تجي ستاندر درناها ستاندر ستاندر لبناتها زيدوا نشوفوا الدوزيام موتيف اللي ما شاء الله على كل حال انا نستالي فيه ومشالي استفتحنا منه شوفوا يجي فيها شغل بروتال يدي لك يا مرا اليوم انت شوفوا انا الي عك علي ادللك واللي تأمري تحت امرك نحن شبيك لبيك محمود بين ايديكي فوالا شوفوا كيف عندك محمود بين ايديكي فوالا شوفوا اليد تاعها شوفوا انا بعمري ما دخلت في القبائلي السنه هاي فيها حزام دخلت فيها شوفوا من تحت باذن الله نقولوا داخلين بقوه فوالا هذه مشات لنا على كل حال انا نصطالي فيها تباعت خفيفه وبارده مش بارده حتى مره البنات انا بس لما قلت لكم اني امبارح اخر ديرني تاع السولت بالفعل اخر ديرني افرش السلعه الصيفي بصح انتم تلموا التليفون اللي جاني التليفونات اللي جاتني والله غير حرشت منكم بزاف حرشت لاول مره نوقف انا بوقت الحراج هذه 250 انا صح فهمتيني يعني صدقيني حتى ايه قلت داكم نزودها 5 ايام باش برك ما تزحفوش مني 5 ايام البنات تو قال لكم نزيد 5 ايام تمديد خمس أيام. في الوقت تاع نرجع باش ينحي كامل الشتوي ايوه ما حدا يرجع بعد الخمس ايام يعني الخمس ايام هذه راح تتزود خلاص ما واحد ما يقول لي على زدوتو اسكو السلام عليكم سيبو سمحوا لنا شرفتونا ونورتونا وانستونا ويا مرحب فوالا نزيدو نشوفوا هذا الموتيف طروازيام اعطي لي السيري شوفوا اليد تاعو هذا يد دونتيل دونتيل فيه يد دونتيل هاي ليك شوفوا في هذا الستيل شابه ثاني هذه اه شابه شوفوا سيري وكاين خليهم يعرفوا كيفاش يدو لا عفسه شوفوا ولا على بالهم كامل باللي الجبه القبائليه الاصيله كامل 200,000 شوفوا الخدمه تاعها هذه لتحتها كامل تجي فيها هذا الطرز هذا من تحت يا العزاز يا الغاليين هاي ليك اللي حبيت نوري لكم كامل واش دخل في جديد باش نتوما تكونوا الاولين على كل حال الجبه هذه الشابه وبارده قماشها بارد ما شاء الله وفيها الوان زاهيه الله يبارك تاع الصيف كيما قال لكم ماشي بلي طاي سي ستوندار عندك هذه شوفي هذه هاي دخلت لونين الاحمر تبع دخل هالمره قليل فيها الغوش راح يدخل كثير فيها الغوش ما مشتها شابه اذا انت ما تشوفي هاي تهلا فيكم محمود ها هو يجبد لكم على كل حال ايه الشابه في ظهرها فوالا عملت مليح كي حليت لهم وحده فوالا كل شيء كرمال يشوفوا هاي السيريات هنا هذه في المقاس ام ال هذه بلي طاي هذه ام ال اكس ال الاخرين ستوندار دبل اكس ال حتى شوفوا اليد تاعها شوفوا هنايا الخدمه هكذا تجي فيها هدومه فيها اظهرها ما شاء الله شابه فيها قماش هدايا هكذا بارد وهنا فيها تشيل هلا البنات باش تعرفوا واش فيها تغنجي فيها حزام هذا عريض ايوه حزام هذه هي تجي حزامه مع كل وحده فيها حزامه فوالا صفرا 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 فوالا البنات توصيل 58 ولايه كيما عودناكم نبيعوا ديطاي وجمله شبه 200,000 برك العزاز شوفوا شحال شابه الله يبارك هذه مشات لي قلت لكم كنت نلبس فيها نفتحوا فيها تباعت لنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فوالا زيدو نشوفو في هذاك الموديل اللي مازال ما حليناهش شوفي حزام هذه شوفو شوفو حزامها شوفي يدها كيفاش فضلت مخدومة على الكوتي فيها هذا السين تاع فوالا شوفو فيها هاد الالوان شوفو الخدمة تاعها هذه كيفاش جاي بليسي من تحتها ايوا تما فيه بزاف لي موديل كلش ويديه بتشيله كلش فوالا
200 الف برك الاولى اللي وريناها لكم اللي فيها الغوج والجون اللي بليطاي مخدومه في ظهرها. هذه هي البنات. نعاودوا نولوا للكروشي يا العزاز ونشوفوا موديلات اللي دخلوا جدد. الموديلات الثاني ولا الله يبارك. الموديل اللي بعده اول هاي نزيدوا نشوفوا هذه. شوفي 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 الالوان الوان الوان ما شاء الله. ذهب 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 الوان صيفي فوالا البنات شوفوا هذه فراشه. كم الالوان هذه؟ كاين تاع لي فلوغ مازال دوك نروحوا ليها. اليوم فيديو ما شاء الله هاك واحد تشوفوا غير جديد جديد جديد. كمال ايه طلعي هاي جديد. هلا شوفوا هذه في البلونوي تلبس كل المقاسات ام ال اكس ال دبل اكس ال 3 اكس ال اي مقاس يكون. شحال البري محمود؟ هاي 200 هذه 200 الف. هلا شوفوا في المارون شوفوا هذه وفي الفيغ بلو فيغ يبيع جمله وديتاي يبيع فيها جمله وديتاي دخلت وديتاي. بقوه هذه خفيفه 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 يا سيدي. بس شوفي قماشه شوفوا عملت تحتها احكي على القماش شوفي القماش شو فوالا شوفي فوالا يلا زيد نشوفوا جبت عيد اللي خدمناها في جبت العيد باش تعرف ايه باللي العيد 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 عيدك يا مرا نقول لكم عيدكم يا مرا نور على نور دائما ترحب بالعيد تاعكم بكلش باي مناسبه متابعكم. نحن دائما نحب نشارككم بكل مناسبه باذن الله الواحد ان شاء الله. بون نروحوا لجبه العيد اللي اسمها صح جبه عيد هذه اللي اول مره دخلت لنا في القطيف ومشات لنا ما شاء الله عودناها اخر الموسم. ما دخلتش من بدايه الموسم هذا تم ابتكار الموتيف اخر الموسم. فوالا الاخرانيه في القطيفه اللي دخلت ومشات لنا ما شاء الله. هاي ليك عاودنا خدمناها في القماش تاع الصيفي تلبس حتى الدوبل اكس ال. شوفوا مطروزه في اليد معمره شارجي في اليد وفي الصدر ديالها حاجه خفيفه فوالا فيها لي كولور دخلت بقوه ثاني حاجه شابه كبيره 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 اللي دخلت فيها هذا اللون في البواد فيها روز. ست الوان هاي فيها ست الوان ماهمش مستالين كامل فيها ثاني الفيغ هاي لك شوفي الفيغ طلعي شابه هذه ثاني دخلت هذا العام جبة عيد ما شاء الله سواء في الكروشي سواء في هذه. زيدوا نروحوا لهذا الموديل اللي ثاني دخل لنا شباب هذا عبالكم هالسنه في ثاني البلون الموديلات باذن الله وطلع حتى عيوني مرضت دنيتي مرضت كلي ربي يجيب الشفاء محمود. فوالا نزيدوا نشوفوا الموديل هذايا هذا هذا قنبله هذا قنبله صح. شحال شحال السعر تاعو محمود؟ 450. شوفوا معايا هنايا كيفاش يجي من التحت. هذا الفيديو بس تنويه اني اشو فتحنا السيزيو فقط لا ما ناش قادرين نورو لكم كلش مستحيل قادر... ايوه مستحيل نورو لكم كامل واش دخل لنا مي كل مره
يلبس حتى الطلوه ياك. ايه طلع ايده محلاها. اليد تاعها مطروزه وفيها عده الوان. اللي عفسه اللي نقدر نقولها اول عفسه دائما نسيتها مع اني هما الاصل هما الفضل. لا 250 نور على نور برمضان كامل ربي يعطيهم صحه بس كامل خدامين لاي واحد راهو يخدم صباح وعشيه على جال هذا العيد. صح والله صدقوني رانا نخدموا صباح وليل. امنوني باللي رانا خدامين مشي 16 ساعه ولا 12 ساعه ولا هذا رانا خدامين قادرين تقولوا 20 ساعه. الرقده تاعنا اربع سوايع يا ربي ولا ثلاث سوايع رانا نرقدوها. هذا واش راهي ترقد لا فامي كامل تاع نور على نور. هاي ترقد اربع سوايع ولا ثلاث سوايع في سيزون تاع رمضان. هلا نشوفوا الالوان تاعو هذا تاع 350000 عندنا في البوردو عندنا في هذا في الصومو فيه البلو نوي البلو نوي الفير الفير بلو فير هذا والبلو اي وحده كما قلنا لكم شرفتونا ونورتونا عفسه على بالي باللي راكم لي سي توب 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 جلابه كما قلنا لكم جلابه تاع بنات صغار جلابه هذه اللي خدمتها سبيسيال لبنات صغار دوكا دخلتها هي تلبسها الام وبنتها ابتداء من غدوه راح تكون جلابه الطفله ويماها خاطش كاين بزاف لي ديموندو في الكبير ايوه قبيله برك وحده سقسات قالت لك اسكو كاين في الكبير ايوه فوالا دوكا تلبسيها انت اي داخله هكذا كيما هذه فتاع الكبار ايوه انت وبنتك تلبسيها ايش بدك احلى من هيك اخاوي البنت على صغره شد ان شاء الله فوالا هذه هي البنات هاي لك مازال لي كولور فيهم لي كولور راح يدخلوا بزاف داكوغ شوفي طبع شوفي هاد الجبة قماشها وشنو هو في الفرواسي البنات صح ماشي الخفيفة اللي ثقيلة فوالا هاوليك بالك اللي يعرفوا هذه جبة في الفرواسي شوفوا الطرز تاعها دوك نروحوا نشوفوا لي كولور تاعها شحال دير محمود هذه 250 200000 يلا 200000 الله يبارك صافي بليزير انا كنسمع الاسعار هكا يا حابطين باش كامل ان شاء الله يشريو انا اهم عفسه فوالا اني كامل يلبسوا هذا هذه هي نشوفوا الالوان تاعها البنات نروحوا نشوفوا لي كولور تاعها حتى تاعها بالشعره فيها لي بيار هامنيك فوالا تلبس حتى دوبل اكس ال فوالا هكا ياك محمود شوفوا هاي اللي كيفتح لكم محمود وحده جي دو مي مونش فيها الطرز الفوقه في اليد لا فيها الطرز في السدا ايه نسيت عفسه اليوم انا قلت لكم عيدكم راح يجي برد شو اسمعنا هادي اليوم هادي جراه وبرد هاي لك البرد 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 دوك كل واحد وكيما يحب دوك عندنا الشتوي وعندنا الصيفي ايه. كيما تحبوا وليكم الاختيار على بالي قلت لهم او زاد لكم هو 5 ايام على حساب الحال أيوة. وكاين الناس مازال راهم يجوا يشريوا لنا يشريوا من القطيفه لا بها راهو رانا قاسمين المحل تسمى عيش العام هذا قلنا لكم باللي باطل 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 قطيفه راك تشريها باطل شفتوها هاي ليك تجي في الدومي مونش خفيفة تاع عيد او ميم تو تقدري تخدمي بها شغلك في الدار انا 200000 كيما قال لكم تلبس حتى الدوبل اكس ال هذه يا البنات كيما قلت لكم ما تنسونيش بالاعجاب يا العزاز يا الغاليين ان شاء الله كامل تلبسوا وتفرحوا عندنا وكي تجون تهلاو فيكم شوفوا في هذا اللون شحال الشباب ما عليكم غير ديروا كابتوره مام لي تجي لعندنا صدقوني غير ديفوت كي يجوني المحل تقول لك تلفت لي ديري كابتور وارواحي وحنا نجبدوا لك الموديل كيما قلت لكم الكروشي ما تروحوش بعيد نولوا ليهم راني في خاطركم طلعت لكم بعض من الالوان هذا بعض بركه كاين الوان والوان والوان حبيتكم تشاركوا معنا وتشوفوا الالوان هذه اللي فريمون صح تاتيري الله يبارك شوفوا شوفوا الاكس ال تحش حتلبس الله يبارك فوالا شوفوا شوفوا فوالا البنات عندنا في هذا اللون فوالا هذه اللي يديها هذه كيما اللي فتحها لكم محمود شوفوا شوفوا هذه شوفوا هذه في الكولباتو اللي حبيتكم تعرفوا الجبب كامل واش كاين في الكروشي عندنا في المحل شوفوا هذه اليد تاعها بسم الله ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله ما شاء الله فريمون جباب بالطبع. سورتو كي تتلبس ما عندي ما نهدر، حاجه واحده اخرى تجيك لوش، تجيك سور تايم الفوق ومن بعد تجيك لوش من تحت. الله شوفوا شتو لا واش كنا نهضروا لكم لي بيغ لي الورد شاك فوا كيفاش يديروا الورد تاعها. باغ اكزومبل هادي في الفوشيا داروا لها لي فلوغ تاعها في الفيغ، وهذه نفس اللون داروا لها لي فلوغ تاعها في البلو. يعني بالنسبه لي كومود ما دام تقولي لي بيت هذه في هذا الفلور، انا ما نقدرش نعاود نجيبها لك هذه. امبوسيبل مستحيل هكذا تسمنتي حنا نصوروا لك واش كاين وانت تختاري. ايوه فوالا عندنا هذه، شوفوا شحال الشبه هذا اللون هذايا. فوالا شوفوا برك الضو باش يبان. شوفوا هذه الوسمه تاعها، شوفوا شوف شوفوا حبيتكم تزهاو اليوم معنا، تشوفوا هذا الفيديو ما شاء الله السهره عامره. شوفوا شوفوا في الجون، شوفوا ما شاء الله تسحروا ما شاء الله. شتو اليد تاعها تجي هكا فوالا. هذا البعض بركه طلعت لكم، والله هذا الشيء في خاطركم تلموا نتوما عزاز على قلبي، حبيتكم تشوفوا. شوفوا هذه ثاني شحال شابه كي جاوب لي بيغ في البلون ما شاء الله. ها وبلا ما نسوي جبت عيد ثاني رانا طلعنا لكم. شوف الاورانج، شوفوا في الاورانج بلي فلوغ في الفيغ. شوفوا هذه باج بلي فلوغ تاعها في الفيغ ثاني فيولي في الفيولي. هلا هايلك لعزاز ديروا كابتور. شوفوا كيما هذه بلو سيال بالورد تاعها في الغوج اكس ال. فوالا ما عليكم، ما اللي تعجبها حاجه تتصل دير كابتور تاكتيفي بك باسكو ماهمش يقعدوا، هادو ماهمش يقعدوا كيما قالكم صحاب الجمله وماهمش يلحقوا عليهم. هما وزهرهم باسكو ماهمش يلحقوا 200 مره كيما يقول لكم راهم يخدموا ليل ونهار باش يوفروا الطالب تاع اربع سوايع رقاد، اربع سوايع حتى ثلاث سوايع رقاد. حبق اش معناتها انا عيوني ديجا في عيوني ومره. هامليك هادي جبت عيد لي ما صورت لكمش الالوان تاعها، هايليك هادي هامليك الالوان تاعها فيها البلونوي فيها الباش كيما قال لكم محمود اي معمره فيها بزاف الالوان بزاف هايليك وفيها البلوغوا. ايوا هادي هي، وكي تزيدوا تجوا ان شاء الله تجوا وتشوفوا. شرفوني وعلى راسي والله، رانا حلين من الساعه حتى الخمسه حبيتوا تحت امركم. واش نقول لكم هادي هي بالنسبه للقطيفه لعزاز هاملك مازال كاينه متوفره رانا مصطلينها كما قال لكم محمود. انا زدنا لكم خمسه ايام اللي راهم يجهزوا يبروفيتيو باسكو راهي في اقل 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 السعر راهي عندنا احنا هنا في المحل. فوالا شوفوا تاع 650 راهي 550. عندنا جبت سيرين هايليك راهي متواجده معنا بقوه، راهي تمشي لنا ما شاء الله ما حبسناش منها. فوالا هايليك فوالا هنا هاد الجبه اللي ستيل تاع جبه سيرين راهي ب 350 ثاني دخلت لنا بقوه يا العزاز. هذه هي راهم كاين كلش كاين كل خير اللي يجي لعندنا باذن الله تشري، ما راناش حابسين باذن الرحمن ان شاء الله تعيدوا كامل. وما تنساونيش يا العزاز يا الغاليين طلعوا لنا هاد لا فيديو غير بالجام بجام، واللي جاتنا جديده ان شاء الله نقول لك حبيبتي ابوني لاشين باش يطلع لك جديد تاع يوميات سيرين يا العزيزه يا الغاليه، باش تكوني وحده من العائله تاع القناه باذن الله. واللي جاتني جديده تاني نقولها ابعثي لي في لي كومونتير باش نرحب بك. واللي موالفين يبعثوا لي هذاك الكلام الحلو نقول لكم ربي يخليكم ليا يا العزاز يا الغاليين. نقول لكم تهلاو لي في روحتكم الى فيديو ان شاء الله واحد اخر تشوفوا جديد معايا باذن الله. سلام باي باي.